كيف ما شفنا بانه وسمعنا بانه ارتفاع صاروخي ديال المقارنه مع السابق، تنطلبوا المكتب اعاده النظر في هذه الحوايج، لان هذه وسيله ديال المغاربه كاملين، اذا خاصها تكون وسيله سهله للمغاربه كاملين. صراحه احنا غير راضيين، لان المواقع تصدمنا فيها صراحه، مواقع اللي ما كناش معولين عليها من بعد ما اننا كانوا واعدين المسؤولين هنايا، المسؤولين في المكتبات السكك الحديديه بانه التوقيت غيكون مناسب لنا. صراحة تنتفاجئوا بأنه التوقيت غير مناسب. نعطيك مثلا بأنه مثلا غير من 6 ل 8 قبل 25 ساعتين التران ديال 7 كانت تحذف، وكان التوقيت اللي قبل منه أحسن. لذلك أننا اليوم تنتفاجئوا بهذا المواقيت الغير ملائبة، وتنطلبوا من إعادة النظر في هذا المواقيت الجديدة. حنا بعد ما كنا كنتمناو أنه تكون عندنا واحد الحلول اللي تناسبنا في التوقيت، تفاجئنا نهار 26 في هذا الشهر بتغيير جذري ديال التوقيتات اللي ما ناسبتش المنخرطين بتاتا. نعطيك مثال، الناس اللي كيخرجوا مع 6 ونص العشية داروا لهم قطار اللي كينطلق من كازا فواياجور مع 7 لاروب. فهاد القطار الا ما استقليتيش غادي تبقى في كازا فواياجور واحد جوج سوايع حتى لتسعود لاروب اللي كاين التران الثاني. هذا في حد ذاته ما كيناسبناش نهائيا، معنا ناس عيالات اللي ما كيسمحش لهم هذا التوقيت، اضافه الى انه كاين واحد التغيير في ثمن التذاكر، يعني تزادت من بوسكوره لكازا فواياجور، يعني تزاد الثمن ديال التذكره اللي كان تقريبا 10 دراهم دابا ولا 11 درهم. الزياده اللي ما كناش كنتمناو انها تكون، وباقي ما عرفناش الزياده اللي غادي تكون بالنسبه لنا حنا كمنخرطين في لاكارت ديال النافيت. بالنسبه لهذه المشاكل فهي ممتده على طول سنوات وسنوات، كنواجهوا مع هاد الناس المشاكل، كنهضروا معاهم ديما، كنحصلوا على وعود كاذبه ديما اون فو فير اون فو فير، وما كنلقاو حتى حاجه. قالوا لينا غيكونوا دي تران كون فو فير دي تران شاك 30 مينوت، فاذا بك نتفاجئوا كنلقاو تران بعد 20 مينوت 20 مينوت ساعه ونص، سو كيف هادشي ماشي معقول. كنلقاو ديزاري دي تران اللي كيداروا في لي غروند لين ما كيوقفوش لا في لاكار ديال برشيد لا في لاكار ديال ستاتش لا في بوسكوره، بزاف لي كار اللي الى ميناوهم. كنلقاو بالنسبه لا ريزيرفاسيون، بالنسبه لهذا المشكل ديال لا ريزيرفاسيون فطرحناه على السيد الرئيس ديال المحطه تاع الدار البيضاء مسافرين، اللي كان واحد النقاش حاد اللي التجأنا اننا نوقفوا في السكه، وذلك هذا هو اللي خلى ان الرد يكون سريع. ما تحيدات الريزرفاسيون في التران الاول ديال السبعه اللي كنجيو فيه حنا لي زابوني اصحاب الجمعيه، هذا هو المشكل الاول اللي تحل. اما المشكل المشاكل اللي ديما كنواجهوا كونسيرنون لا ريزرفاسيون في تو لي تران دون تو لي تران، وكونسير اشمينا بعدا بالنسبه بعدا الفكره الاولى اللي عندي بالنسبه لمراكش، كازا مراكش تزادت 25 درهم عباد الله، 25 درهم انا غنفضل انا نمشي ناخذ ولاد زيان 10 دراهم طاكسي لولاد زيان، نقدر نعطي الكريسون 20 درهم 30 درهم نوصل لمراكش، ما غنخسرش 50 درهم باش غنوصل لمراكش. انا كنديرها بحكم انا ما غنخلصش 152 درهم باش غنمشي حتى لمراكش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.